الجهود المتواصلة التي تبذلها المصالح الأمنية لمحاربة التطرف. تمكنت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية حسب بلاغ لوزارة الداخلية من تفكيك خلية تابعة لما يسمى حزب التحرير الإسلامي المصنف في خانة المنظمات التخريبية ذات البعد الدولي. وقد تم إلقاء القبض على 3 من عناصر هذه الخلية، ومن بينهم مغربي حامل للجنسية الدنماركية تم إفاده من طرف هذا التنظيم من أجل الإشراف على تنفيذ مخطط يستهدف الإخلال بأمن واستقرار البلاد من خلال استقطاب أكبر عدد من الأتباع يتم تجنيدهم لهذه الغاية. عناصر الخلية المفككة التي تتلقى دعما ماديا من طرف وشرطاء تابعين لنفس التنظيم مقيمين بأوروبا، يضيف البلاغ، قامت بترويج فكرها العدمي من خلال توزيع مجموعة من المنشورات بعدد من المدن المغربية تشكك من خلالها في نجاعة المسار الديمقراطي وتحرض على إثارة الفتنة. وأوضح البلاغ في الختام أنه سيتم تقديم أعضاء هذه الخلية المتطرفة أمام العدالة بعد انتهاء البحث الجاري تحت إشراف النيابة العامة المختصة. فيما